السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله راح نستمر في كلامنا في شرح مادة الفارما 3. في الشابتر هذا راح يكون كلامنا عن الأنتي أريثميك دراج. وعشان نحكي عن الأنتي أريثمية لازم نحكي بالأول عن الوضع الطبيعي للريت أوف كونتراكشن للقلب، بعدين راح نحكي عن إيش هي الأنتي أريثمية أو إيش هي الأريثمية، بعدين راح نحكي كيف ممكن نعالجها بأدوية الأنتي أريثمية. بالأول الأريثمية هي بتحصل بعدة أسباب، بعضها ممكن يكون اللي عند المرضى اللي بيتعالجوا بالديجيتاليس عشان يعالجوا الهارت فيلر. ديجيتاليس بتعمل بوزيتيف انتروبيك افكت، رح يزيد من الكونتراكتيليتي، فممكن هذا الشيء ياثر على الريتم الخاص بنبضات القلب ويزيدها ويعمل عندنا اريثميا. بعض المرضى كمان في عندنا ب 50% من الحالات ممكن يكون في عندنا اللي بيكونوا خاضعين للتخدير، اللي هم المرضى اللي تحت العمليه الجراحيه اللي بيكون في عندهم الهارت ريت صار تحت المستوى الطبيعي، وادى هذا الشيء انه يكون رتم النبضات تاعت القلب يكون اقل من الطبيعي. في حال كمان 80% بتحصل بعد ما يكون في عندنا اكيوت مايوكاردال انفاركشن، ممكن يحصل عندنا اريثميا اللي هي بسبب عندنا فقدان القلب على قدرته على الكونتراكتيليتي بشكل طبيعي. بغض النظر الاريثميا هي بتعني عدم انتظام في ضربات القلب، سواء كان في عنا too rapid, too slow or asynchronous اللي ممكن تعمل reduce the cardiac output. المهم انه في عنا اختلاف او انه في عنا عدم انتظام في ضربات القلب، وهذا وعدم الانتظام هذا ممكن يؤدي الى يكون lethal في حال كان في يعني كان شديد وكان بيأثر على cardiac output. ننتقل هسه للوضع الطبيعي اللي هو النورمال الكتريكال كارديك فانكشن في حال كان في عندنا نورمال ساينس روثم ريثم. اول شيء الريثم بيعتمد على المكان بدايه الامبلس، ومكان بدايه الامبلس اللي بيحصل فيه عندنا عمليه الجينيريشن هي الاس اي نود او سيانو اتريال. سيانو اتريال اللي بيسموها بيس ميكر او صانع الخطوه، او اللي هي بتضبط رتم دقات القلب، فهي البيس ميكر تعتبر سيانو اتريال. في حال انه كان البيس ميكر اشي غير سيانو اتريال، واحدة من النقاط اللي بتيجي بعد سيانو اتريال بكون في عنا مشكلة في رتم القلب. بعد ما يصير في عنا جنريشن للإمبلس من سيانو اتريال رح تمشي في مسار طبيعي اللي هو بيحتوي على الامور المسؤولة عن انقباضات القلب، او الاماكن المسؤوله عن حصول انقباضات القلب لما يمر من عندها الامبلس. اولها راح تكون اول شيء بعد ما تمر من خلال الاتريال مسل ويحصل انه الانقباض الاتريال، بتروح على الافي نود. الافي نود هي الاتريو فنتيكولار نود، راح يتمرر الامبلس للبركنجي كوندكشن سيستم، والبركنجي كوندكشن سيستم راح يمرر لعند الفنتيكولار مسل حيث بيحصل كمان انقباض للفنتيكولار مسل. طبعا في عندنا كثير نقاط خلال هذا المسار، بس هذا بشكل عام بمين بمره. في الحالة الطبيعية بكون العملية الكوندكشن تعتمد على تركيز الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم وعمل الشانل الخاصة فيهم. في حال كان عندنا مشكلة او بلوك او غيره في هاي الشانلز، احنا راح نحتاج نتدخل وانه نعطي ادوية بتأثر عليهم حتى تعيد القلب الى رتمه الطبيعي. كمان في عندنا شيء تاني اللي بيأثر اللي هو الاوتونوميك كنترول او سيمباثيتيك اللي بيأثر من خلال الفيجاس، اللي بيأثر من خلال يعني التروية العصبية على السيانو اتريال ويزيد او يقلل الامبلس جينيريشن. فيس احنا ممكن نقسمها حسب رسمة القلب مثل هذا الشكل راح نشوفه هون. تتقسم الانتقال الايونات وتاثيرها على رتم الامبلس داخل الجسم او داخل عضله القلب عفوا حسب الشكل الاتي. في عندنا اكثر من شكل حسب العضله. شكل هذا بيمثل البركنجي والفنتيكولار كاردييك سيل، اما الاي في نود والاس اي نود لهم اشكال مختلفه ولكن تعتمد على نفس المفاهيم. تتقسم لفيز 0 فيز 1 فيز 2 فيز 3 وفيز 4. راح نختلف فيز 4 من شكل لاخر، وبيختلف فيز 1 و 2 و 0 من شكل لاخر باعتماد على نوع الخليه وعلى نوع الايون المسؤول عن انتقال الامبلس ونوع الاكشن بوتنشال حسب نوع الخليه وحسب نوع الوظيفه. بحكي لنا اول شيء انه الفيز من 0 ل 3 are generated by several ionic current،
يعني راح تعتمد بشكل اساسي الفيزز من زيرو لفيز 3 على انتقال الايونات عبر المضخات الخاصه فيهم. وكبدايه بيكون عندنا the action of the sodium pump and sodium calcium exchanger are mainly involved in the maintenance of an oxidative state during repetitive activity. وعندنا حكينا بهاي النقطه بيحكي لنا انه الشيء الاساسي اللي راح يعتمد هذا الشيء هو قنوات الصوديوم وقنوات الصوديوم كالسيوم اللي بصير بينهم تبادل، وهذا الشيء مهم لزيادة الكونتراكتيليتي في حال مثلا زاد الكالسيوم داخل الخلية، او يصير في عندنا ديبولاريزيشن في حال كان في صوديوم داخل الخلية. في عندنا كمان in most part of the heart sodium canal dominates phase 0 of the action potential and is the most important determinant of its conduction velocity. معناها اول شيء احنا نبدأ في الفيز 0. الفيز 0 راح يعتمد اول شيء على صوديوم كانال او شانل. دخول الصوديوم الى داخل الخليه راح يعمل ديبولاريزيشن راح يعكس القطبيه تاعيه الخليه، ويؤدي هذا الشيء الى تحفيز بدايه الاكشن بوتنشال. معناها الابستروك في معظم الابستروك اللي هي فتره النهوض في معظم الخلايا راح تكون تعتمد على الصوديوم، ولكن في الاي في نود هي الوحيده اللي راح تعتمد على الكالسيوم. يعني هي فقط الاي في نود راح تعتمد على الكالسيوم بشكل اساسي في موضوع الابستروك، ولكن في الباقي مثل سيانو اتريال والبوركنجي راح نعتمد فيها على الصوديوم شانل. بعد ما يصير في عندنا ديبولاريزيشن بعد دخول سريع للصوديوم الى داخل الخليه، حيصير في بلوك للشانل الخاص بالصوديوم ويتوقف الكارنت ان للصوديوم، وهذا الشيء بنسميه فيز 1 اللي هي عمليه الان اكتيفيشن للصوديوم انتيك الى داخل الخليه العضليه، وهذا الشيء بيعمل برولونج للبيريود. عشان نشوف كل هاي النقاط الفيز 1 وفيز 0 على الشكل. حكينا طبعا احنا الكالسيوم الموجود في الاي في نود كابستروك مش الصوديوم، بس نشوفها حسب الاشكال. حسب الشكل اول شيء الصوديوم عمال يدخل الى داخل الخليه، وملاحظ هون انه في عندنا رابيد ابستروك اللي هي فيز 0. ملاحظ انه عمليه الديبولاريزيشن عمالها تطلع بسرعه، الشحنه تنتقل من ماينس 85 لتقريبا بلس بوزيتيف 40. بتبع هذا الشيء عمليه حصول بلوك للصوديوم كانال او شانل، وهذا الشيء بيعطينا هون فيز 1. بعد هيك بيصير في عندنا انخفاض مره ثانيه، يعني هذا هي عمليه الانخفاض هي الفيز 1. بعدها بصير في عندنا ارتفاع من جديد بسبب دخول ايونات الكالسيوم. دخول ايونات الكالسيوم هي المنبه على بدايه الفيز 2، وراح نشرحها كمان شوي. فقط الاختلاف انه في حاله كان في عندنا، انا اشوف الاشكال اظن انه في واحد من الاشكال بيحتوي على شرح الاي في نود. هاي هي تايت الاي في نود، وهاي تايت الاس اي نود. الاي في نود راح يكون فيها العملية الارتفاع هاي او الابستروك راح تكون مسؤول عنها هو الكالسيوم. نرجع للشرح. ننتقل الى الموضوع الثالث اللي هو الفيز 2. الفيز 2 بيعتمد على وجود اللي هي شيء اسمه البلاتو. البلاتو هي مرحله من الانخفاض البطيء لسبب الكالسيوم كارنت راح يكون ان، البوتاسيوم كارنت راح يكون اوت، ولكن البوتاسيوم كارنت راح يكون اعلى من الكالسيوم كارنت، راح يصير في عندنا ريبولارايزنج كارنت. ريبولارايزنج يعني انه الشحنه داخل الخلايا العضليه راح ترجع الى السالب، فالاكشن بوتنشال راح تكون رسمتها بشكل انخفاض بطيء لعندما نوصل لعند الفيز 3 اللي بتوقف فيها الانتيك الخاص بالكالسيوم وبيبدا فيها فقط اوت للبوتاسيوم. لما يكون في عندنا اوت للبوتاسيوم بشكل كبير راح يصير في عندنا رابيد ريبولارايزنج فيز اللي هو فيز 3. بعد ما يصير في عندنا رابيد ريبولارايزنج راح ننتقل للفيز 4، بس قبلها خلينا نشوفه حسب الشكل فيز 2 وفيز 3. نرجع من اول فيز 0، في عندنا رابيد انتيك للصوديوم عمل رابيد ابستروك. بعدين فيز 1 صار في عندنا داون لانه في عندنا بلوك للصوديوم انتيك. بعدين صار في عندنا ارتفاع بسيط بسبب دخول الكالسيوم، وبعدين انخفاض بسبب اللي هي هاي في الفيز 1 هاي فيز 0 فيز 1 ارتفاع الكالسيوم بشكل بسيط ثم انخفاضه بشكل بطيء سميناها بلاتو. البلاتو هاي سببها دخول الكالسيوم الى الداخل وخروج البوتاسيوم الى الخارج. خروج البوتاسيوم راح يستمر في الفيز 3 ويصير بدل ما يكون كان سلو في الفيز 2 راح يصير رابيد الديكلاين في الرسمه.
فرسمة الأكشن بوتنشل راح تنزل بشكل سريع في البيز 3 بسبب الأوتورد أوف بوتاسيوم. بعد ما طلع البوتاسيوم من الخارج راح نوصل للفيز 4. فيز 4 راح يأثر عليها أكثر من شغلة. أول شيء الفيز 4 راح يأثر عليها التنبيهات العصبية اللي هي السمباثيك أكتيفيشن. شغلة ثانية راح يعتمد على الكارنت الخاص بالكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم. الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم هم اللي راح يأثروا على الفيز 4 وراح ينقسم تأثيرهم إلى قسمين. في خلايا البيس ميكر راح يكون في لهم تأثير، وخلايا النون بيس ميكر راح يكون لهم تأثير. في خلايا البيس ميكر هي الاس اي نود والاي في نود، راح يكون في عندنا شيء الخروج البوتاسيوم إلى الخارج أعلى من دخول الكالسيوم والصوديوم إلى الداخل. بكون دخول الكالسيوم والصوديوم أعلى من خروج البوتاسيوم، فرح يكون في عنا حصول لموضوع اسمه ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن رح يحصل في البيس ميكر سيل، ورح نلاحظ انه في عنا ارتفاع في الكيرف في الفيز 4. اما في النون بيس ميكر اللي هم البركنجي فايبر والاتريال والفينتيكولر، رح يصير في عنا اللي هم الخيار المسؤول عن الكونتراكتيليتي، رح يكون عنا الاوتورد تاع الاوت الخاص بالبوتاسيوم اعلى من الان الخاص بالكالسيوم والصوديوم، فرح يكون في عنا استابيلايزنج لموضوع دي بولاريزيشن. فرح يكون في عنا بالنون بيس ميكر سيل دي بولاريزيشن في الفيز 4. حكينا انه من اهم الاشياء اللي بتعتمد على انتقال الصوديوم والكالسيوم هي قنوات الصوديوم كالسيوم اتيبيز زائد قنوات ال ان اي اللي هي الصوديوم كالسيوم اكسشنجر. هاي الاشياء هم راح ياثر عليهم الادويه، زائد ممكن يأثروا على الخلايا من خلال عملية بلوك للكنال تعونهم، زائد ممكن يأثروا عليهم من خلال الكارنت اللي بتأثر بالسيمباثيتيك والبارسيمباثيتيك اكتيفيتي، غالبا رح يكون سيمباثيتيك. هذا الشرح العام لموضوع الاكشن بوتنشال باختلاف الخلايا. طبعا كل رسمة رح تختلف من خلية الى خلية. رسمة الـ SA node رح تكون مختلفة عن رسمة الـ AB node، رح تكون مختلفة عن رسمة الـ Purkinje Fiber، رح تكون مختلفة عن رسمة الـ Ventricular وعن رسمة الـ Atrial. كل واحدة إلها مزاياها حسب نوع أو درجة مرور الأيونات فيها. مثلا في الـ AB node كانت اللي بسبب الـ Phase 0 وعملية الـ Abstroke رح يكون كالسيوم مش صوديوم، وهكذا. نكمل بالرسمات. هذا اللي حكينا عنه، انه حسب الخلية بيختلف عنا الرسمة، وانه الخلايا اللي فيها عملية الريبولاريزيشن هي راح تكون بيس ميكر سيل، وهي موجودة في الاي في نود وفي الاس اي نود. اما اذا كان في عنا ديبولاريزيشن او ديبولاريزيشن راح تكون في الخلايا النون بيس ميكر سيل اللي هم البركنجي والفنتيكولار والاتريوم. اما الرسمة اللي تحت فهي رسمة الاي سي جي. رسمة الاي سي جي هي المعيار اللي بيحكي لنا عن كل واحدة من الخطوات ايش بيكون رسمها حسب الويف اللي هي الفترة اللي راح ياخذ فيها عملية الاكشن بوتنشال ومرور النبضة بشكل كامل. ايش الاشياء اللي راح تسبب الاريثميا او الفاكتورز اللي راح تكون هي مسبب الاريثميا؟ اولها حصول اسكيميا او مايوكاردال انفاركشن راح تؤدي بعدها الى الاريثميا بسبب ارهاق عضله القلب. هايبوكسيا بسبب اختناق عضله القلب كمان راح يقل جهدها. اسيدوسيس والكيلوسيس راح ياثروا اما بتاكيكارديا او بريديكارديا افكت. الانستيزيا راح تقلل الهارت ريت فحيصير في عندنا بريديكارديا. الكترولايت ابنورماليتي راح تاثر على الدخول الانتيك والاوت of the ions، رح يأثر هذا الشيء على نوع على درجة الانتقال الامبلس. الاكسسيف كاتيكول امين اكسبوجر اللي هي زيادة الكاتيكول امين رح يأثر على الفيس 4 بالذات. الاوتونوميك انفلونسز كمان رح تأثر على الفيس 4. دراج توكسيسيتي مثل ديجيتاليس اور انتي اذر انتي اريثميتك دراج ممكن يعمل انتي اريثميتك دراج ممكن كمان يعمل الكترولايت ديستربنس او انه يعمل مشاكل رح يعمل والتي راح تقود الى الانتي اريثميا في عدة أنواعها. في عنا أصلا حكينا أنه الأريثمية بأنواعها، لأنه في أريثمية بتحصل بسبب زيادة الهارت ريت، وفي بسبب نقصان في الهارت ريت أو نقصان في الريتم الخاص بانقباض العضلة. ميكانيزم تاع الأريثمية حكينا أنها تحصل بسبب
اما بنورمال اوتوماتيسيتي اللي هي يكون فعلا البيس ميكر اكتيفيتي بدا بمكان غير الاس اي نود، مثلا اذا بدا من الاي في نود راح يكون في عندنا مشكله، راح يكون عندنا في بطء، راح يكون في عندنا تاخير. او نقطه ثانيه انه يكون في عندنا اب نورمال كوندكشن اللي هي انه يكون مجرى الامبلس جاي في غير النورمال باث واي اللي هو بنتقل من الاس اي نود ثرو ذا اتريال ماسل تو ذا اي في نود تو ذا بيركنجي سيستم then to the ventricular muscle. هذا التسلسل الصحيح ممكن ما يمشي في ما تمشي فيه الامبلس فيحصل عندنا خطأ بيكون اسمها وايت باركنسون، يعني هي مشكلتها هي تشخيصها بوايت باركنسون. راح يكون مثلا ان هذا المثال عليها انه هاي بعد ما تنتقل الامبلس للبركنجي راح تنتقل وتتوزع على الفنتريكل عشان يحصل انقباض فيه، ولكن ممكن لخلل معين انه ترجع الامبلس ما تمر في مكان معين وترجع تمر بمكان كانت مرت فيه سابقا، او انها تمر بترتيب خاطئ، وهذا الشيء راح يؤدي الى خلق مشكلة في انقباض القلب وحصول عندنا موضوع الارثميا. types of arrhythmia حسب مكان التأثير او نوع التأثير. الاول هو الاتريال فلاتر اللي هي بصير فينا رفرفة في الأذين، الأتريال فايبريليشن اللي هي بيكون فينا رجفان في الأذين وعدم حصول انقباض بشكل مناسب، الأتريو فنتيكولار نودل ري انتري اللي هي واحدة من المشاكل اللي هي بنسميها احنا سوبرا فنتيكولار تاكيكارديا، زيادة راح يكون فينا زيادة في رتم القلب، ريماتشور فنتيكولار بيتس راح يكون فينا برادي كارديا، فنتيكولار تاكيكارديا اللي هي في نفس الفنتريكل، فنتيكولار فايبريليشن راح يكون في عندنا عدم انقباض للفنتيكولار راح يكون في عندنا اوتبوت صفر، هذه مشكله جدا خطيره. التوردس دي بوينتس او التوردا دي بوا اللي هي تحصل بسبب ادويه ثانيه من ادويه الانتيريثميا بسبب البرولونج اوف كيو تي انترفال اللي هي بسبب الادويه راح تعمل زياده في الكيو تي اللي هي باغلب ادويه الانتيريثميا راح تعمل هاي المشكله اللي هي مشكلة توداس ديبوا اللي هي واحدة من الأريثمية المحفزة بسبب الدراج اللي هي دراج انديوث أريثمية. هذا تأثير مختلف أنواع الأريثمية على الأي سي جي. الأي سي جي النورمال رح يكون حسب هذا الشكل، في عنا عدة أنواع رح تكون تأثيرها مختلف حسب حسب نوع الضرر أو حسب المشكلة رح تتأثر رسمة الأي سي جي باختلاف نوع الكوندكشن بروبلم واختلاف رتم القلب. التورسادس دي بوينت هي اللفظ الانجليزي لها انه رح يكون في عنا مشكله في الفنتيكولار اريثميا تحصل بسبب ادويه الانتي اريثميا الثانيه اللي رح تعمل تشينج للشيب اوف اكشن بوتنشال من خلال انها رح تعمل برولونجينج للكيوت كيو تي انترفال. الكيو تي انترفال لما تتاثر رح يكون في عنا اكيد ضرر على القلب لانه الدواء رح يكون بعدها زاد تاثيره على الحد العلاجي وسبب عنا مشكله ثانيه، فهاي بيكون في عنا وقت مناط العلاج لازم نكون عاملين احنا فحص انه هل المخاطره باعطاء ادويه الانتي اريثميا راح تستحق المخاطره باحتمال اصابه المريض بنوع ثاني من الاريثميا ممكن نعالجه بطريقه ثانيه او لا. بالنسبه لرسمه الاي سي جي راح تكون الرسمه تعيدها بوليمورفيك، راح يكون في عندنا اكثر من شكل لها. في حال كان الهيرتيبل ابنورمال برولونج اوف كيو تي راح يكون السبب الاساسي له هو حصول ميوتيشن للشانل البروتينز تاعت البوتاسيوم والكالسيوم تعيد الصوديوم والبوتاسيوم الناتجة عن عمل حصول بلوك مختلف لهم من بسبب بعض الأدوية. فتوداس ديبوا أو تورسادس دي بوينت سببها هو زيادة فترة الكيو تي بسبب أدوية تانية من الأنتي أريثميك دراج اللي هي وظيفتها فعلا تكون زيادة الكيو تي وزيادة الريفراكتيف بيريود مثل ما رح نشرح عنها شهير الريفراكتيف بيريود. هنشوف الشكل عشان نرجع لها. الريفراكتيف بيريود هي الفتره الموجوده بين كل اكشن بوتنشال وبنسميها افكتيف ريفراكتيف بيريود اللي هي بتكون في الوضع الطبيعي، اما في حاله المرض رح يكون اسمها ابسولوت ريفراكتيف بيريود. فعشان نرجعها للموضوع لحاله الافكتيف رح نعطي ادويه تاثر على سير الاكشن بوتنشال بحيث انها ترجعها للوضع اللي بيكون فيها الريفراكتيف بيريود او فتره الجحود فتره مناسبه حيث انها تعطينا شغل مناسب لعضلة القلب ويعطينا رتم مناسب بين دقات القلب. فهدف الاساس للادويه هو تعديل رسمه الاكشن بوتنشال ومرور الاكشن بوتنشال بحيث نرجعه للافكتيف ريفراكتوري بيريود.
واذا زاد الموضوع عن حده راح يسبب لنا نوع ثاني من الاريثميا اللي حكينا عنه تو دات بوا. تقسيم الانتي اريثميك دراج راح نقسمهم ل 4 كلاسز. بعد هيك كمان راح نعطي اذر انتي اريثميك دراج. الفور كلاسز راح تعتمد فيه عملها على نوعيه او مكان تاثيرها من ناحيه ايش الايونات اللي بتاثر عليها او ايش الايونات اللي راح تعملها بلوك. كلاس 1 كمان له ثلاث تقسيمات، كلاس 1A، كلاس 1B، كلاس 1C. بيعتمد التقسيم تاعهم على تاثيرهم على الاكشن بوتنشال. كلاس 1A راح يزيد الاكشن بوتنشال او فتره الاكشن بوتنشال، كلاس 1B راح يقصر فتره الاكشن بوتنشال، كلاس 1C ما راح يكون له اثر على فتره الاكشن بوتنشال، ولكن راح يكون كلياتهم لهم اثر معين من خلال انهم بيعملوا صوديوم كانال بلوكينج او صوديوم شانل بلوكينج. هذا الشيء راح ياثر على اي فيز حكينا، بانه في احنا بنحكي عن الصوديوم راح ناثر على الفيز 0 زائد راح ناثر على الفيز 4 لانه الفيز 4 بيحتوي على كل الايونات. كلاس 1 اللي هو صوديوم شانل بلوكينج ايجنت راح تاثر على فيز 0 اللي هي مرحله الابستروك في اغلب الخلايا ما عدا الاي في نود، زائد فيز 0 الفيز 4 اللي هي بيكون فيها الصوديوم كارنت. حكينا عن موضوع الافكتيف ريفراكتوري بيريود وحكينا عن شرح الموضوع على جانب هنا. كلاس 1 بي بيتا وكلاس 1 سي كلاس 1 اي وبي وسي لهم تاثيرات مختلفه لانهم بياثروا كمان بشكل اضافي او ممكن ما ياثروا اصلا على الفيس 3 من خلال انهم ممكن يعملوا بلوك للكالسيوم شانل، ولكن كسكندري افكت. فممكن يكون كلاس 1A هو اللي بيعمل هذا الشيء بشكل اساسي، كلاس 1B يكون بيعاكس هذا الشيء ويعمل شورتنينج للاكشن بوتنشال، كلاس 1C ما راح ياثر بالمره او يكون تاثيره غير ملحوظ ولا يحتسب يعني بنتجاهله تماما. كلاس 2 راح تكون بيتا ادرينال ريسبتور بلوكينج دراكس، وهذا البيتا بلوكينج راح ياثر على كثير امور، ممكن تكون منها الصوديوم شانل، ممكن يكون منها الكالسيوم شانل، ممكن يكون منها البوتاسيوم شانل. فهذا الشيء راح ياثر على فيس 4 بشكل اساسي زائد فيس 2 المسؤول عن البوتاسيوم شانل بشكل اساسي اللي هو البيتا ادرينال ريسبتور، وغالبا تكون سيلكتيف بيتا 1 لانها كارديو سيلكتيف. تاثيرها اساسي على راح يكون على السيمباثيتك اكتيفيتي اللي راح بتاثر بشكل اساسي غالبا على البوتاسيوم شانل. كلاس نمبر 3 بيعمل برولونجينج للإفكتيف بيريود من خلال انها بيأثر على الفيز 3 لحاله، رح يعمل بدون ما يأثر على الفيز 4. رح يعمل برولونجينج للأكشن بوتنشال بأدوية السوتالول والأميدورون والبريتاليوم، وبشكل عام هم رح يأثروا على اضطراب البطين. كلاس 4 رح يكون الكالسيوم شانل بلوكينج ايجنت، رح يأثر على الأماكن اللي بيكون فيها كالسيوم شانل اللي هم فيز 2 كالسيوم انتيك وشانل 4 وفيس 4 اللي بيكون فيها الكارنت للكالسيوم الى داخل الخلايا. الاذر انتي اريثميك دراج راح يكون في عندنا كارديك جلايكوسايدز مثل الديجوكسين، يكون في عندنا ادينوسين اللي هو مركب طبيعي داخل الجسم بحفز الكونتراكتيليتي وبتحكم بالاكشن بوتنشال، والمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي لهم دور بموضوع الايونز. راح نختم كلامنا لحد هون، ان شاء الله في الفيديو الجاي راح اكمل بالنسبه للكلاسز ديفرنت كلاسز. الفيديو الاول كان عباره عن فيسيولوجي زائد الباثولوجي زائد تقسيم الادويه. اي ملاحظه ان شاء الله احنا بالخدمه وموفقين ان شاء الله.